بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية والخمسون، القدر في حكمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ثانية والخمسون من مسائل الجاهلية: القدح في حكمة الله سبحانه وتعالى. الحكمة من إحكام الشيء، وهو إتقانه وإحسانه، وقد عرفها العلماء بأنها وضع الشيء في موضعه. حكمة وضع الشيء في موضعه. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه حكيم، سمى نفسه بالعزيز الحكيم، حكيم الخبير، في كثير من الآيات، وأثبت لنفسه الحكمة في خلقه وأمره. فما خلق مخلوقا إلا لحكمة، وما أمر بأمر ونهى عن شيء إلا لحكمة. فله الحكمة البالغة في خلقه وأمره وسائر أفعاله. ومن أسمائه الحكيم، ومن صفاته الحكمة سبحانه وتعالى. وضد الحكمة العبث، ضد الحكمة العبث والباطل. فالذي يفعل أو يقول من غير حكمة ألا يعتبر عابثا، ويعتبر لاغيا وباطلا. ولهذا يقول جل وعلا ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فجميع مخلوقاته وجميع أوامره ونواهيه وجميع أفعاله سبحانه، كل ذلك يدل على حكمته البالغة ومشيئته النافذة، وأنه لا يفعل شيئا عبثا. فمن وصف شيئا من مخلوقاته أو شيئا من أفعاله أو شيئا من شرائعه بأنه ليس فيه حكمة، فإن هذا تنقص للرب سبحانه وتعالى، وكفر به، ووصف لله جل وعلا بالعبث. ولهذا يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. الذين كفروا لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالجزاء، يظنون أن خلق هذه السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات أنه ليس لغاية ولا لحكمة، ومعنى ذلك أنه باطل. فوصف الله جل وعلا بأنه يفعل أفعالا باطلة، تعالى الله عما يقولون، وحكم عليهم بالكفر. ذلك ظن الذين كفروا، سماه ظنا لأنهم ليس عندهم علم، يقولون على الله ما لا يعلمون. ذلك ظن الذين كفروا، فدل على أن من نفى حكمة الله في خلقه وأمره وأفعاله سبحانه أنه كافر. ثم توعده فقال: فويل للذين كفروا من النار. هذا معتقد الجاهلية من اليهود والنصارى والوثنيين، ولهذا يعترضون على أفعال الله وعلى شرائعه. تارة يقولون إن اختيار محمد صلى الله عليه وسلم غير مناسب، لو كانت النبوة في غيره، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين يعني مكة والطائف، مكة والطائف. لو كانت الرسالة في الوليد بن المغيرة من أهل مكة، أو في عروة بن مسعود في الطائف أو غيره، كان هذا هو الأنسب. أما اختيار محمد اليتيم للرسالة فهذا غير مناسب، هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخريا. وذكر الله عن الكفار أنهم يقولون لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. يقولون لماذا؟ نحن بشر وهم بشر، فلماذا يخصون بالرسالة دوننا؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. قال الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله جل وعلا هو الذي يختار من يصلح للرسالة، هو أعلم بمن يصلح للرسالة. حكمته تأبى أن يضع الرسالة في من لا يصلح له. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. صغار في مقابل عزتهم وأنفتهم وتكبرهم، يصيبهم الله جل وعلا بالصغار والمهانة جزاء لهم. وتارة يقولون ما تصلح الرسالة في البشر، لو أنزل الله ملائكة، لو أنزل الله إلينا ملائكة. أما البشر فهم بشر مثلنا، إن أنتم إلا بشر مثلنا، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فهم يعترضون على الله في رسالته، يعترضون على الله في تشريعه. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يعترضون على تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة، يعترضون على الله في تشريعه. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى في الآية التي بعدها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، الذي يتبع أوامر الله سواء وجهه إلى المشرق أو إلى المغرب، يتبع ما أمر الله، هذا هو المؤمن، هذا هو البر. أما الذي يعترض يقول: لا، ما أصلي إلا لصارت الكعبة، إلا لصارت القبلة إلى بيت المقدس، هذا معناه أنه ليس مطيعا لله سبحانه وتعالى، إنما مطيع لهوى. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أهل الإيمان الصحيح لما بلغوا بتحويل القبلة وهم في الصلاة، كانوا في أول الصلاة إلى بيت المقدس، فلما بلغوا وهم يصلون أن القبلة حولت إلى الكعبة انصرفوا وهم في الصلاة إلى الكعبة، لأنهم يتبعون الأمر، ما عندهم اعتراض على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أهل الإيمان. أما هذه التساؤلات الباطلة، لماذا ولماذا، ويعترضون على الله سبحانه في خلقه وفي أمره وفي تشريعه، فهذا كفر بالله عز وجل. والمؤمن يمتثل الأوامر سواء أدرك حكمتها أو لم يدركها، لأنه عبد لله عز وجل، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف. هذا موجب الإيمان، أنه عبد مأمور يمتثل وينفذ. أما الذي يعترض لماذا ولماذا، ويصف بعض التشريعات أو بعض المخلوقات أو بعض أفعال الله بأنها خالية من الحكمة، فهذا كفر بالله عز وجل. فالمؤمن يعتقد ويؤمن أن الله جل وعلا حكيم، وأنه لا يفعل شيئا ولا يخلق شيئا ولا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، سواء عرفها أو لم يعرفها. هذا هو المؤمن. أما الذي يبقى يتساءل ويعترض، فهذا دليل على عدم إيمانه. ورث هذا المذهب من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، ورثه المعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم من نفاة الحكمة، وقالوا إن الله يفعل الأشياء ويأمر ويشرع لمجرد المشيئة والإرادة، لأنه الرب المدبر، فهو يفعل ما يشاء لا لحكمة، وإنما لمجرد الربوبية ولمجرد المشيئة. لأننا لو قلنا إنه يفعل لحكمة فصار معنى ذلك أن الحكمة أثرت في الله، وأنه فعل هذا الشيء بسبب الحكمة
أنها هي التي أثرت فيه جل وعلا. الله يفعل لمشيئته مجرد المشيئة ومجرد الربوبية، وهذا لا شك أنه كلام باطل. بل قالوا إنه يجوز على الله أن يحل الخمر والزنا والسرقة، وأن يحرم الصلاة والزكاة وبر الوالدين، يجوز على الله ذلك في مذهبه، لأنه لا يفعل ولا يأمر لحكمة، إنما هو لمجرد المشيئة والربوبية. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فيقولون يجوز أن يحرم أن يبيح الخبائث، ويجوز أن يحرم الطيبات لأن له التصرف. أنا أقول هذا كلام باطل، وهذا قول على الله جل وعلا بما ينزه عنه. معنى هذا أن هذا عبث. إذا أخليت أفعال الله وتشريعاته من الحكمة فهذا هو الباطل الذي ظنه الكفار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. ويقولون يجوز أن يعذب الله أصلح الناس في جهنم ويدخله جهنم ولو كان أصلح الناس، ويجوز أن يدخل الله الكافر الجنة ولو كان أكفر الناس، يعني لمشيئته فقط وإرادته وربوبيته. تعالى الله عما يقولون. رد الله تعالى عليهم بقوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فالله ينزه عن أن يعذب الطائعين المستقيمين الصالحين الذين أفنوا أعمارهم بطاعة الله، ينزه سبحانه عن هذا أن يعذبهم ويدخلهم النار، أن هذا ظلم، والله منزه عن الظلم. وينزه عن أن يكرم أعداءه ويدخلهم الجنة وهم كفار أفنوا أعمارهم في الكفر والمعاصي، ينزه الله عن ذلك لأنه عبث وظلم، ينزه الله عنه. ومن العجب أنهم نفوا الصفات عن الله بزعمهم تنزيه الله، ولم ينزهوه عن أقبح الظلم والعبث وهو تعذيب الطائعين وتنعيم الكفار والتسوية بين المتناقضات والمختلفات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإثبات الحكمة لله عز وجل هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو من أصول العقيدة. ولو قيل بما يقوله هؤلاء لصارت أفعال الله وتشريعاته وخلقه للمخلوقات كلها عبثا وكلها باطلا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قد صنف الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع كتابا مستقلا أسماه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وهو كتاب مشهور ومطبوع الحمد لله، وأزاح فيه كل هذه الأباطيل رحمه الله رحمة واسعة. وهذا مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن مملوء بإثبات الحكمة لله عز وجل، يمشي على ألسنة العوام الآن شيء من هذا. إذا أصيب أحد بمصيبة قال والله فلان ما يستاهل، فلان طيب وفلان جيد، والله ما يستاهل هذه المصائب وهذه، ما يستاهل فلان لأنه جيد لأنه طيب ورجل صالح. ولا من الله أعطى بعض عباده ما يعطيهم قال والله فلان ما يستاهل هالمال، يستاهل هالعيال، فلان ما يستاهل، يعني يعترضون على الله سبحانه وتعالى. ولو تعمدوا هذا لكفروا، ولكن هم لا يدرون عن هذه الأمور. ولكن هذا كلام خطير. الله جل وعلا يبتلي عباده ويمتحنهم ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. يبتلي عباده الطيبين بالمصائب لحكم عظيمة، ليكفر عنهم سيئاتهم، ولأجل أن يحاسبوا أنفسهم عما فعلوا ويصححوا أعمالهم، وينعم أعداءه ويعطيهم من باب الاستدراج. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما
بعض الناس يقول لماذا المسلمون متأخرون والكفار متقدمون في الصناعات والتقنيات وكذا وكذا؟ نقول يا أخي هذا مرده لأمرين. أولاً إهمال المسلمين، فلو أن المسلمين جدوا فالله جل وعلا خلق الدنيا لهم بما فيها من المصالح، فلو أنهم جدوا واجتهدوا لسبقوا غيرهم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فتأخر المسلمين راجع إلى أفعالهم وكسلهم وخمولهم، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الله قد يبتليهم ليتميز الصادق في إيمانه من الكاذب، ابتلاء وامتحان. ويعطي الكفار، الله حكيم سبحانه وتعالى قد يمنع الدنيا عن أحب الناس إليه رحمة به لئلا تغره الدنيا وتخدعه ويتكبر فيها، ويعطي الدنيا لأبغض أعدائه إليه ليزيده من الطغيان والكفر والضلال ثم يأخذه على غيره. الله جل وعلا حكيم في كل ما يعمل، كل ما يفعل سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يفعل شيئا أو أن يخلق شيئا أو أن يشرع شيئا من تحليل أو تحريم إلا وفيه حكمة بالغة، لأنه سبحانه وتعالى حكيم، عليم حكيم. نعم. الثالثة والخمسون عمل الحيل في دفع شرع الله سبحانه وتعالى، من صفات أهل الجاهلية من كتابيين وأميين أنهم يعملون الحيل من أجل الصد عن سبيل الله عز وجل، كما قال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذه في اليهود، مكروا يعني اليهود مكروا بنبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، يريدون قتله لأنهم قتلة الأنبياء، يريدون قتل عيسى عليه الصلاة والسلام. سعوا عند ملك زمانهم وكان من الكفرة الوثنيين، سعوا عنده بوشاية بالمسيح عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنه يريد أن يفسد عليك ملكك ويصرف الناس عنك، وأغروه بقتل المسيح عليه الصلاة والسلام وساعدوه على ذلك، ودبر هذا الملك القتلة ومعهم نفر من اليهود ومعهم رجل يهودي يدلهم على مكان المسيح، فدخلوا على المسيح عليه الصلاة والسلام وهو في مكانه يريدون قتله عن طريق المكر والخداع. فالله جل وعلا رفع المسيح من بينهم وهم لا يشعرون، رفعه إليه وألقى شبهه على هذا الرجل الماكر الذي جاء يدله على المسيح وهو يزعم أنه من أتباع المسيح، ألقى شبهه عليه فمسكوه وقتلوه وصلبوه. ولهذا يقول جل وعلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فلما مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم مكر الله بهم ونصر عبده ورسوله بطريقة لا يشعرون بها، فرفعه من بينهم وألقى شبهه على هذا الماكر الخائن فظنوا أنه المسيح فقتلوه وصلبوه على الخشبة وسمروه بالمسامير. فالمصلوب ليس المسيح عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقول جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذا مكر الله لعبده وهو مكر محمود، المكر المضاف إلى الله محمود لأنه في محله. المكر في اللغة إيصال العقوبة لمن يستحقها خفية من حيث لا يشعر، هذا المكر في حق الله جل وعلا.
إيصال العقوبة لمن يستحقها خفية من حيث لا يشعر. أما المكر من الخلق فإنه مذموم لأنه بغير حق، المكر من المخلوقين مذموم لأنه بغير حق ولأنه خيانة. أما المكر من الله جل وعلا فهو عدل وجزاء منه سبحانه وتعالى لمن مكر به أو بعباده، ولهذا جاء على سبيل المقابلة، مكروا ومكر الله جزاء لهم سبحانه وتعالى في مقابل مكرهم، فهو منه عدل ومنهم جور وظلم وخيانة. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. هذا معنى قوله تعالى ومكروا ومكر الله. كذلك نفس القصة حصلت لمحمد صلى الله عليه وسلم، اجتمع الكفار على بابه يريدون قتله إذا خرج، اختاروا فتيانا من كل قبيلة وأعطوهم الرماح لأجل إذا خرج يطعنونه طعنة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. هذا المكر ولا لا؟ هذا مكر. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه أن يخرج وأن يترك عليا رضي الله عنه على فراشه، ينام على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم جلوس على الباب، وذر على رؤوسهم التراب وهو يتلو قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج من بينهم وذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه قد واعده، وذهب إلى الغار، إلى غار ثور. وغار ثور في الجهة الجنوبية من مكة. هذا من تمام المكر من الله سبحانه وتعالى. لم يذهب الرسول إلى جهة المدينة طريق الهجرة، لا، ذهب إلى جهة الجنوب حتى أنهم يلبس عليهم الأمر إلى غار ثور في جنوب مكة، وهو طريقه عليه الصلاة والسلام شمال مكة إلى المدينة. هذا من تمام المكر من الله سبحانه وتعالى. وباتوا ينظرون إلى الفراش وعليه علي يظنون أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الصباح قام علي على الفراش، قالوا أين محمد؟ قال ما أدري، ما عندي من خبر. فعينئذ أسقط في أيديهم وعلموا أنهم باتوا يحرسون عليا رضي الله عنه وأن الرسول خرج من بينهم. جاءهم الشيطان وقال أين محمد؟ وما ندري. قال محمد خرج من بينكم وشوفوا اللي على رؤوسكم الآن تراب. فخرجوا يطلبون الرسول في كل ناحية، وجعلوا لمن يأتيهم بحيا أو ميتا وزنه من الذهب، وذهبوا يلتمسون الرسول صلى الله عليه وسلم في كل طريق، ما بين أنهم حاقدون وما بين أنهم طامعون بهذا الذهب، حتى وقفوا على الغار وفيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لا أبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هو وأبو بكر إذ هما في الغار، غار ثور، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فلما انقطع عنه الطلب وأيسوا منه جاءت الرواحل التي أعدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعها الدليل الذي يدلهم، فركبوا الرواحل وذهبوا إلى المدينة سالمين آمنين، مع أن الكفار مكروا كل المكر، ولكن الله مكر لرسوله صلى الله عليه وسلم مكرا خفيا لا يشعرون به. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإثبات المكر لله عدل
وهو منه محمود سبحانه وتعالى، لأنه في مقابلة مكر العباد وظلمهم فهو جزاء لهم. كذلك في قوم نوح مكروا مكرا كبارا، مكروا بنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام عدة مرات ولم يستطيع. وكذلك قوم صالح مكروا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم، إلى الآن بيوتهم الآن موجودة بالحجر، بيوت ثمود أبقاها الله لتكون آية وعبرة للمعتبرين. تلك بيوتهم خاوية بما ظلم إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه سنة الله جل وعلا مع أنبيائه، أنه ينصرهم، وأن من مكر بهم فإن الله يمكر به، وكذلك مع عباده الصالحين والأولياء المتقين. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. فالذين يمكرون بعباد الله، الله جل وعلا يمكر بهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هل ينظرون إلا سنة الأولين؟ ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فمن مسائل الجاهلية المكر بالرسل والمكر بالمؤمنين ليوقعوا بهم ما يريدون من تشفي، ولكن الله جل وعلا يمكر بهم فيوقع بهم عقوبته من حيث لا يشعرون، وينتصر لرسله وأوليائه الصالحين. وهذا في كل زمان ومكان. ومن مكرهم ما ذكره الله، وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. هذا من مكر اليهود، وذلك أنهم لما يقدروا على صد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لجأوا إلى حيلة خبيثة، وهي أن يظهروا الإيمان بمحمد ويدخلوا في الإسلام في أول النهار، ثم يرتدون في آخر النهار، حتى إذا رأى الناس أنهم ارتدوا قالوا: هؤلاء أهل كتاب وأهل علم، ما ارتدوا عن دين محمد إلا وهم أدرى بأنه لا يصلح، فيتبعهم الناس. لجأوا إلى هذه الحيلة الخبيثة. ولكن هل تخفى على الله سبحانه وتعالى؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، لعلهم يرتدون ويرجعون مثلكم عن الإسلام. أرادوا هذا المكر فكشفه الله سبحانه وتعالى. هذا من مكرهم، ولا يزالون على هذا إلى الآن. يسلم من يسلم من المستشرقين واليهود والنصارى من أجل أن يحرفوا هذا الدين، ومن أجل أن يفسدوا هذا الدين ويصرفوا أهله، ولكن الله جل وعلا يكشف خططهم ومكائدهم، فلا تخفى على الله سبحانه وتعالى. كذلك المنافقون الذين أسلموا وأظهروا الإسلام يريدون العيش مع الناس، ويريدون حقن دمائهم وعصمة أموالهم، وأما في قلوبهم فهم كفار، باقون على الكفر. هذا من المكر، والله جل وعلا كشف نواياهم وفضحهم، وأنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة عبرة للمعتبرين. فهذا من مكرهم، وهو إظهار الصلاح وإظهار الدين، وهم ليسوا كذلك، وإنما يريدون التغرير بالمؤمنين وخداع المؤمنين، يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذه طريقة أعداء الإسلام قديما وحديثا، وهو إظهار الصلاح وإظهار الدين وإظهار التنسك، لا رغبة في الخير، وإنما من أجل التغرير بالمؤمنين وإفساد دينهم عليهم. ولكن الله جل وعلا يحفظ دينه ويحفظ عباده المؤمنين من مكرهم،
ويعود وبال ذلك عليهم هم في الدنيا والآخرة. نعم. نعم. مثل الآية، مثل الشبهة التي قبل، الإقرار بالحق ليتوصلوا إلى دفعه، مثل قوله تعالى آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، هذا إقرار بالحق، تظاهر بالإقرار ليتوصلوا إلى دفعه ورده، واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ومثل ما يفعله المستشرقون والمنافقون من أنهم يظهرون الإيمان والإقرار والصلاح، الإقرار بالحق والصلاح، وهم لا يريدون الخير في بذلك، وإنما يريدون التغرير بأهل الإسلام والمؤمنين. فيجب أن يكون المسلمون على حذر من هؤلاء، وأن لا ينخدعوا بدسائسهم ومكائدهم حتى يتثبتوا من شأنهم ومن صدقهم. لا يصلح التسرع مع كل من أظهر الصلاح وأظهر الإسلام حتى يتثبت من شأنه، وينظر في عمله، وينظر في دوافعه وأهدافه، وينظر من أين جاء. يكون المسلمون على حذر من خطط أعدائهم، لأنهم يلجؤون إلى حيل وإلى مكائد دقيقة صادرة عن دراسة من عندهم وتفكير. ولكن إذا تنبه المسلمون انكشفت هذه الأمور، انكشفت هذه الخطط. نعم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذه من مقالات اليهود، هذا تعصب لمذهبه، يقولون من دخل في اليهودية هذا صدقوه واعتبروه منكم، وأما من لم يقبل اليهودية فهذا ارفضوه وابتعدوا عنه. هذا تعصب منقوص، تعصب للمذهب، لأن الواجب على المؤمن أن يتبع الحق، سواء كان في مذهبه أو في، سواء كان في مذهب إمامه ومتبوعه أو كان في مذهب غيره. الحق ضالة المؤمن أن وجده أخذ، هذا هو الواجب على المسلم، أنه يتبع الحق سواء كان مع من يعظمه وينتسب إليه ويتبعه أو كان مع غيره، هدفه الحق، فيجب أن يقبل الحق ولا يتعصب لمذهبه ويبقى عليه وإن كان باطلا، كما تقول اليهود ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. هذه خصلة يهودية، تعصب للمذاهب والمبادئ والمناهج، تعصب لها، تمسك بها وترك الحق إذا كان مع الآخرين أو مع الخصوم، ترك الحق الذي مع الخصم، هذا من طريقة اليهود. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، حصروا الهداية في اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة، بل إنهم احتجزوا الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الواجب على المؤمن أن يقبل الحق سواء كان في مذهبه الذي ينتسب إليه أو في مذهب غيره. فالحق ضالة المؤمن، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. إنما التمسك بالمذهب والمنهج والتمسك بالمبدأ ولو كان خطأ ولو كان ضلالا، هذه طريقة اليهود والأشقياء من عباد الله عز وجل. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. حتى دعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم كذب، لأنهم يقتلون الأنبياء الذين جاءوهم بهذا المنزل، هذا دليل على أنهم كذبة، لا يريدون الحق وإنما يريدون التعصب للباطل. فهذه خصلة ذميمة من خصال اليهود، يجب على المسلم وعلى طلبة العلم بالخصوص أن يتنبهوا لها، وهو عدم التعصب للمذاهب، وعدم التعصب للمبادئ والمناهج، وعدم التعصب للجماعات
وللرؤساء، وإنما يتعصبون للحق، يتعصبون للحق إذا وجدوه أخذوا به. هذا هو طريق الإيمان وطريق الجنة والطريق الصحيح. الآن أهل الباطل يوصون أتباعهم، يقولون احذروا، لا تقبلوا من أحد، لا تقبلوا من أحد صرفا ولا عدلا، ويأخذون البيعة حتى على هذا الشيء، يأخذون البيعة على المناهج وعلى، ليش؟ من أجل أن أحد ما يخرج عنهم أبدا. طيب ولا صار مع على حق، ولا صار صواب، ألا نقبل ولا نأخذ؟ هذا طريق اليهود وهذا طريق النار والعياذ بالله. نعم. كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله فأعبدون. نعم. ثالثة وخمسون تسمية اتباع الإسلام بالإسلام، كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. 56 من مسائل الجاهلية تغيير الأسماء، تغيير الأسماء من أجل أن ينفروا من الحقائق، فيسمون التوحيد شركا، ويسمون اتباع الأنبياء شركا، لأن الناس إذا سمعوا هذا الاسم نفروا منه، ويسمون الباطل حقا، يسمون الباطل حقا من أجل أن الناس يقبلونه. فتغيير الأسماء هذا من طريقة أهل الجاهلية من أجل التنفير عن الحق والترغيب في الباطل، فيسمون الحق بأسماء منفرة ويسمون الباطل بأسماء مرغبة من أجل خديعة الناس وصرفهم عن الحق. وذلك في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وذلك أن النصارى لما قدموا نصارى نجران، لأن هذه الآية في سياق الآيات التي جاءت في سورة آل عمران في قصة وفد نجران لما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، قالوا أتريد منا أن نعبدك كما عبد المسيح ابن مريم؟ هذا تنفير من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أنزل هذه الآية مكذبا لهم في اتهامهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومكذبا لهم في عبادتهم للمسيح عليه الصلاة والسلام، وأن الله أكرم الرسل وصانهم عن مثل هذا من أولهم إلى آخرهم، فهم ينهون عن الشرك ويأمرون بالتوحيد، هذا منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دونه، هذه تبرئة للمسيح عليه الصلاة والسلام، وتبرئة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتبرئة لكل نبي من أنبياء الله، أنهم ما جاءوا بهذا، ما جاءوا بدعوة الناس إلى الشرك، وإنما جاءوا بدعوة الناس إلى التوحيد ونهوهم عن الشرك. المسيح عليه الصلاة والسلام إذا قال الله له، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. في سورة مريم قال إني عبد الله، ما قال إني أنا الله أو أنا ابن الله أو أنا ثالث ثلاثة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال المسيح يا بني إسرائيل
اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا فيه تبرئة الأنبياء، ولا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم والمسيح، من دعوة الربوبية والدعوة إلى الشرك. هؤلاء نسبوهم إلى الدعوة إلى الشرك والعياذ بالله، وهذا خلاف الحق، من أجل أن ينفروا عن اتباع الأنبياء. وسار على نهجهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونفاة الصفات، يسمون أسماء الله وصفاته شركا، يقولون من أثبت الأسماء والصفات هذا شرك، لأن هذا معناه تعدد الآلهة. فإذا أثبت أن الله سميع بصير عليم حكيم، هذه عدة آلهة، فإثبات الأسماء والصفات يقتضي التعدد، تعدد القدماء كما يقولون، تعدد الآلهة. ولذلك يسمون إثبات الصفات يسمونه شركا. في تفسير الرازي، في تفسير الرازي اللي يسمونه الإمام التفسير الكبير في سورة سبع أظن، أو سورة سبع نعم، يقول: ولرجل يقال له ابن خزيمة صنف كتابا سماه كتاب التوحيد، وهو في الحقيقة كتاب الشرك. في هذا النص في تفسير الرازي يقول: وهو كتاب الشرك. لماذا؟ لأنه أثبت الأسماء والصفات، وإثبات الأسماء والصفات عندهم شرك. هكذا يسمون الحق، يسمونه بأسماء منفرة والعياذ بالله، ويلقبون أهل السنة والجماعة بالمجسمة، بالمجسمة وبالمشركية وبالحشوية إلى آخره، ألقاب يريدون بها التنفير من الحق. ويسمون عقيدتهم التوحيد، ولذلك تجد كتبهم، كتب الكلام، يكتب على أغلفتها كتاب التوحيد، علم التوحيد، يسمون علم الجدل وعلم المنطق هو علم التوحيد. ويسمون إثبات الصفات والعقيدة المأخوذة من الكتاب والسنة يسمونها الشرك. بعضهم يقول: ما في القرآن إلا الشرك، غلاتهم يقولون كذا، لأن القرآن جاء بإثبات أسماء الله وصفاته وتوحيده، وهذا عندهم شرك، فيقولون القرآن ليس فيه إلا الشرك، تعالى الله عما يقول. يعني يبلغ الضلال بالإنسان إلى هذا الحد. نعم. نعم، السابعة والخمسون من مسائل الجاهلية تحريف الكلم عن مواضعه. هذا ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة عن اليهود، أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يصرفون الألفاظ عما تدل عليه، ويأتون لها بمعاني من عند أنفسهم. هذا تحريف معنوي، تحريف معنوي. تفسير القرآن بغير معناه هذا تحريف وليس تفسيرا. فالذي يقول المراد باليد القدرة وبالوجه الذات وبالرحمة النعمة، ويفسرون كل صفة بغير معناها، هذا من التحريف لكلام الله عز وجل، مثل تحريف اليهود. اليهود حرفوا، وهؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم حرفوا مثل ما حرفت اليهود. فالمسألة وراثة، أسأل الله العافية، المسألة وراثة. فإذا أولوا هذه النصوص العظيمة، أولوها، هذا تحريف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، إيش معناه؟ صحيح معناه أنه لا يصلى عند القبور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. ما تدرون ماذا يقولون؟ يقولون: لا، المراد لا تصلوا على القبور، على نفس القبر، لا تصلوا على نفس القبر، ولا لا صليت حول القبر، هذا ما في معنى. أليس هذا من التحريف؟ هذا من التحريف، تحريف الباطل. وتحريفاتهم كثيرة، كثيرة جدا، تحريفات القبوريين، تحريفات المعطلة، تحريفات كل أهل الضلال للنصوص، لأن النصوص تدل على خلاف مذهبهم، فهم يريدون أن يقاوموها. وبماذا يقاومونها؟ يقاومونها بالتأويل، يؤولونها عن معانيها الصحيحة إلى معان يرتضونها هم. هذا هو التحريف، وهو حرفة يهودية. قال الله جل وعلا في وصف اليهود: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه.
يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. هكذا يتواصلون، إن أوتيتم هذا المذهب فخذوا به، اللي هو التحريف وصرف النصوص عن دلالتها، وإن لم تؤتوه فاحذروا، حذرون أتباعهم. إن قال لك محد هذه النصوص على ظاهرها تثبت الأسماء والصفات، هذه النصوص تنهى عن عبادة القبور، عن عبادة الأولياء، فلا تقبلوا، احذروا. هذا مذهب قديم ما هو جديد، والأئمة فيهم اليهود أعداء الله وأعداء رسل. نعم. نعم، وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فاليهود حرفوا التوراة لفظا وحرفوها معنا، حرفوها معنا بتفسيرها على غير الوجه الصحيح، وحرفوها لفظا بأن غيروا بعض الألفاظ، غيروا بعض الألفاظ، مثل لما أمرهم الله أن يقولوا حطة من حط الذنوب، يعني حطة يعني مغفرة من الله لذنوبهم، قالوا بدلها حنطة بالنون، حبة الحنطة، حبة في حنطة، من باب الاستهزاء بآيات الله. هذا تحريف لفظي. ومثله كما ذكرنا لكم سابقا تأويل المعطلة للاستواء، استوى قالوا معناه استولى، زادوا اللام، فزيادة اللام عند المعطلة من فرق الإسلام أو المنتسبة إلى الإسلام مثل النون التي عند اليهود، تحريف لفظي يريدون به مناصرة مذهبهم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. يروى أن الجهم بن صفوان جاء إلى أحد أئمة القراء أظنه أبو عمرو بن العلاء، فقال له أريدك أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، أريدك أن تقرأها بالنص حتى يكون المكلم هو الله والمكلم من هو موسى، حتى ما يكون فيه إثبات الكلام لله عز وجل. فقال له هذا الإمام رحمه الله هبني فعلت ذلك، ماذا تفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت الجهمي الخبير أن هذه ما يمكن تحريفها، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه صريحة لأن المكلم هو الله سبحانه وتعالى والمكلم هو موسى عليه الصلاة والسلام. هذا من تحريف اللفظ، ولكن الله حفظ القرآن، ولو تمكنوا من تحريف ألفاظه لحرفوا، فلما لم يستطيعوا تحريف ألفاظه عدلوا إلى تحريف معانيه، والحمد لله معانيه أيضا محفوظة، لأن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة والتابعين وتفسير السلف محفوظ ومدون والحمد لله، والمرجع إليه لا إلى التفاسير المتأخرة، المرجع إلى تفسير الأول الذي فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه، هذا موجود ومدون والحمد لله، المعنى أيضا محفوظ ولله الحمد. نعم. نعم. قصدها والذهاب إليها ليس بسائق سفر إليها، أما لو أن الإنسان في طريقه ذاهب إلى الشام أو إلى جهة الشمال ومر بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه. ولما مر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه بها تقنع النبي صلى الله عليه وسلم، تقنع بثوبه عليه الصلاة والسلام حتى جاوزها، وكون الإنسان يقصدها ويسافر إليها هذا غير مرغوب فيه، أما إنه مار في طريقه ونظر إليها أو دخل فيها للعبرة هذا غير قصد، هذا من غير قصد. نعم. بشرط أن يكون خائفا وأن يكون باكيا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يكون متعجبا و
ويقول هذه حضارة وهذه رقي وهذا تقدم وهذا يمدح، هذا ما يجوز. نعم. نعم. الكلام طيب، سؤال ما في معنى، السؤال ما في معنى، ما الحكمة في كذا وكذا، ما في معنى، بشرط أن لا يتوقف الإيمان والامتثال على معرفة الحكمة. أما السؤال عنها للعلم ولتقوية الإيمان والتماس الحكمة هذا شيء طيب، والله جل وعلا أبان الحكمة في كثير من أفعاله وأبانها، وهناك أشياء لم يبين الحكمة، فالتماسها والبحث عنها لا بأس به، لكن بشرط أن لا يتوقف الإيمان والتصديق والعمل على ذلك. نعم. إذا كان ما في ظلم للكافر في مانع، إذا كان من باب نصر الحق، إذا كان من باب نصر الحق وكف شر الكافر عن المسلمين، الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحرب خدعة. أما إذا كان فيه ظلم للكافر بغير حق هذا ما يجوز. نعم. إذا كان فيه ظلم للكافر وأخذ لحقه، أخذ لحقه والتعدي عليه، هذا لا يجوز. إذا كان يتلوها من باب الاستعانة بالله عز وجل وأن يعصمه من كيد هؤلاء، طيب هذا من باب الاستعانة بالله ودعائه أن يعصمه من هؤلاء كما عصم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الكفار. نعم. لا بس طيب، الإفتاء بالمذاهب الأربعة إذا عرف الدليل، دليل المسألة ودليل القول، إذا عرف الدليل هذا لا بس، أما بدون معرفة الدليل فهذا لا يجوز، حتى يبحث عن دليله ومستنده ويعرف أنه قول صحيح ومحص، هو يؤخذ على طول. نعم. لابد من عرضه على الأدلة والبحث عن دليله والتوثق منه. نعم. 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 المسألة المذكورة تنطبق عليه وعلى غيره، على كل من سمى التوحيد شركا، عليه وعلى غيره ما في شك. وأما الاستفادة من تفسيره أن يؤخذ منه ما فيه فائدة ولا يعتمد عليه في العقائد وفي الصفات، ما يعتمد عليه، أما أن يؤخذ منه ما هو صحيح وموافق للحق هذا لا مانع منه. نعم. ابن كثير رحمه الله ينقل عن الرازي، ينقل عن الرازي كثيرا، الأقوال التي ليس فيها مخالفة لا بأس، ينقل عن الرازي وعن الزمخشري. ما فهمت السؤال؟ السؤال ما فهمت؟ أول السؤال جدال في عذاب القبر، وآخره حول المال، ما أدري شو المقصود. نعم. عذاب القبر لا يجوز المجادلة فيه، بل هو ثابت ومتواتر، يجب الإيمان به، يجب الإيمان به ولا يجوز الجدال فيه. وأما المال فإنه يكون نعمة ويكون نقمة، يكون نعمة لمن استعان به على طاعة الله عز وجل وصرفه في ما أباح الله، يكون نعمة، ويكون نقمة
في من حمله المال على الكبر والطغيان أو صرفه في المعاصي والسيئات، هذا يكون نقمة عليه. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المال يكون نعمة ويكون نقمة حسب تصرف الإنسان فيه وحسب مداخله على الإنسان، هل هي مداخل مباحة أو محرمة، حسب مصارفه. نعم. لمن يمكر به؟ لا، لا يوصف بالمكر مطلقا، بل يقال الله يمكر بمن يمكر به أو يمكر بعباده، يؤتى بلفظ الآيات ويمكرون ويمكر الله ومكروا ومكر الله. نعم. أما أن يقال الله الماكر من أسمائه الماكر هذا ما يجوز، حرام. نعم. الحق واضح ولله الحق. الجماعة التي على ما كان عليه السلف الصالح في العقيدة وفي السلوك والأخلاق وأمور الدين، هذه هي الجماعة التي يجب متابعتها والانضمام إليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قال تعالى: سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق 73 قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو المنهج الصحيح، وهو والذين عليهم الجماعة هم أهل السنة والجماعة، وأما بقية الفرق المخالفة فإنها على طريق ضلال، لا يجوز الانتماء إليها ولا يجوز الانضمام إليها. الحق واضح ولله الحمد، ما في خفا ولا غموض. نعم. ما ورد بيعه ولا إمارة إلا لولي الأمر، بيعة ولي الأمر العام هو الذي له البيعة، أما البيعة لغيره هذه لا تجوز. نعم، الإمارة في السفر، الإمارة في السفر خاصة، إمارة مؤقتة، وإمارة ما هي بعامة، إمارة على 2 أو 3 أو جماعة سفر فقط، وقت السفر وفي أمور السفر ليست في تولي جميع الأمور، فلا فيه إمارة ولا فيه بيعة إلا لولي الأمر. البيعة على المناهج والبيعة على الطرق الصوفية هذه كلها بدع ومحدثات، وفيها خروج على ولي الأمر. نعم. الواجب أحد أمرين: إما أن تتلفه وتخلص منه، وإما أن تذهب به إلى المكتبات المحصورة التي فيها محل للكتب المحدودة للاطلاع، يجعل فيها لأجل الاطلاع عليه عند الحاجة، طلع عليه أهل العلم لأجل الحاجة. فيه أقسام في المكتبات العامة يسمونها الكتب المحدودة الاطلاع، هذه ما يطلع عليها إلا الخواص من طلبة العلم، مثل السموم التي تكون في الصيدليات، فيه صيدليات فيها أقسام سموم ما تصرف إلا بإجراءات صعبة ولا يطلع عليها أو يصل إليها، هذه مثلها سموم. نعم. فإما أن تتلفه وتحرقه، وإما أن تذهب به إلى هذا القسم. نعم. لا، ما دامت أنها مقابر لا يجوز استباحتها ولا جعلها جعلها مساكن أو مزارع، ما يجوز. ما دامت مقابر واضحة، واضحة المعالم، فهي تبقى مقابر. نعم. يقول بعض الناس عن البرد: جاءنا برد وهو صاحي، ما حكم ذلك؟
لا مرض ما يوصف بأنه صاحي ولا مريض، لكن يمكن يقال ما هو صحي. نعم نعم. المعية يا أخي كما درست، معية عامة ومعية خاصة بالمؤمنين. معية معناها الإحاطة، معناها الإحاطة، وليس معنى مع في اللغة المقارنة، بل مع في اللغة المطلق، يعني ليس معنى المعية في اللغة المخالطة، المخالطة والمماسة، وإنما معناها مطلق المقارنة. فالله معنا وهو سبحانه وتعالى على عرش فوق مخلوقاته، يعلم ما نحن عليه. ولذلك بدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم كما يقول الإمام أحمد، فدل على أن المراد بالمعية العلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فهو قدر الآية بالعلم وختمها بالعلم، دل على أن المراد بالمعية معية العلم، والمعية في مطلق المقارنة، ليست خاصة بالمحاذاة والمماسة والمخالطة كما يظنه هؤلاء. نعم. ننصح بعدم الاشتراك في هذه المجلة وعدم شرائها للأطفال، لأنها تدربهم على التصوير والتساهل بالصور، والاستفادة ولله الحمد موجودة بدون صور في الكتب الخالية من الصور وفي المجلات الخالية من الصور. أما هذه الصور فإنها فتنة وشر، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من التصوير ومن استعماله ومن وجوده في البيوت، فكيف نحن نورط أنفسنا في شيء حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم ونربي عليه أطفالنا؟ فالذي أراه مقاطعة هذه المجلة، أرى مقاطعتها وعدم السماح لها للدخول في المدارس. نعم. صحتنا من أشرف على شيء منها أن يرد عليها إن كان عنده استطاعة، أو أن يرفع بها إلى أهل العلم ينظروا فيها ويتخذوا الإجراءات الكفيلة بالقضاء عليها، إما أن يرد عليها إذا كان يستطيع الرد، أو أن يرفعها إلى أهل العلم. نعم. ما هذا من باب التفاؤل، حظك سعيد هذا من باب التفاؤل، وأما أنه تعيس هذا لا يجوز، أن الإنسان يقنط من رحمة الله ويقنط الناس، بل إنه يطيب خواطر إخوانه، ألا يقول لهم أنتم أشقياء أو أنتم تعسى أو أنتم، حتى لو أصابهم شيء من ما لا يرغبون، فإنه ينبغي للمسلم أن يبعث في نفوسهم الأمل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويوصيهم بالتوبة والمحاسبة أنفسهم، وأنه ما أصابهم شيء إلا بسبب ذنوبهم، أما أن يقولوا أنت شقي أو أنت تعيس أو هذا لا يجوز. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.